السلام عليكم، اعمل لايك للموضوع واشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل الجديد لحد عندك. حالة من الغضب والحزن صدمت جمهور ماريا قحطان بعد خسارة لقب ذا فويس كيدز وفوز حمزة الأبيض بلقب ذا فويس كيدز ومبلغ مالي يقدر ب 200,000 ريال سعودي، وإن السبب في خسارة ماريا قحطان إنه تم اختيار أغنية صعبة على واحد صوتها 2 سنها. للعلم الطفلة عندها 8 سنين والأغنية طبقتها الموسيقية أعلى من طبقة ماريا الصوتية، ولما سألنا الموسيقار الكبير خالد سرور ده كان رده: تعالوا نروح نسمعه ونرجع لبعض تاني، اوعوا تروحوا أي حتة. البنت دي اتظلمت، خلوها تغني أغنية طبقتها الموسيقية بعيد عن صوتها عشان تخسر ويبقى اللقب زي ما أنت فاهم. عارف البنت جنة الجندي برضه اتظلمت،